بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن limits of functions part 2. اتكلمنا قبل كده في الجزء الاولاني من نهاية الدوال الفيديو اللي فات ازاي اجيب نهاية الدالة. فاول خطوة بعملها هي مسألة خطوة التعويض المباشر، ان انا بشوف الاكس رايحة لفين وبقوم جاية معوضة جوه الدالة. لو طلعت لقيمة يبقى كده المسألة انتهت، اما لو ما طلعتش قيمة وطلعت مثلا صفر على صفر، كمية غير معرفة، فبقول بحاول ابسط شكل الدالة اما بتحليل قوسين او استخراج عامل مشترك او اللي هو الضرب في المرافق. في قانون بقى مهم بالنسبة اللي هو النهايات، القانون ده limit لما x رايحة للa الشكل ده x أس m ناقص a أس m على x أس n ناقص a أس n. الباور بتاعي الأسس هنا زي بعضها m وتحت الأسس زي بعضها n، يعني الm والn دول ثوابت اهو، where m and n are constants. لكن خلي بالك ان الثابت ان اللي تحت ده ما ينفعش ان هو يساوي صفر. طيب لو جالي الشكل ده فيبقى الناتج بتاع الليمت ام على ان، يعني نقسم الاسس على بعضها، ام على ان في الرقم ايه ده؟ اس ام ناقص ان، بنطرحهم من بعض. ده لو جالي الليمت بالشكل ده. كويس كده؟ يبقى خلي بالك ان الرقم ايه ده هو اللي هنا وهنا. طيب استخدم القانون ده ازاي في المسائل؟ اول واحده عندي ليميت لما x تقول الى الاثنين، x باور 7 x اس 7 ناقص 128 على x اس 5 ناقص 32. انا لما باجي بعوض تعويض مباشر عن الx اشيلها واحط القيمه 2 فيديني 0 على 0. امال ايه شكل المساله دي؟ هتبقى بالقانون اللي فوق ده. طب ازاي احول المسألة دي تبقى بالقانون ده؟ انا شايفة الاكس تقول الى اتنين، معنى كده ان الاي بتاعتك دي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن اتنين، يبقى الاي بتاعتي باتنين. يبقى لما اجي احل المسألة لازم اخلي الرقم ده اتنين قص حاجة واتنين وتلاتين اتنين قص حاجة. بتهيأ لي كده ان المسألة هتتحول الى limit x belong to 2 x باور 7 ناقص ل 128، دي احولها تبقى 2 اس 7 والاكس اس 5 ناقص 32، ال 32 اخليها 2 اس 5. يبقى انا كده غيرت شكل المساله، خليتها شبه القانون بالظبط. الاي بتاعتك ب 2، الام بقت ب 7، والان ب 5. حلو قوي. والاثنين هنا والاثنين هنا وهنا كمان، يبقى هي شبه القانون بالظبط. يبقى انا اطبق القانون بالظبط بوضع الاي ب2 والام ب7 والان ب5. اذا الناتج بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ 7 على 5 في الرقم اللي هو 2 اس 7 ناقص ال5. هي المفروض 7 ناقص ال5 2، ف2 اس 2 ب4، 4 في 7 ب28، يبقى الناتج بتاعك 28 على 5. يبقى احنا كده خلاص استخدمنا القانون اللي فوق علشان احل اول مساله عندي اللي هي دي. طيب نيجي للمساله الثانيه اللي هي ليميت لما الاكس رايحه لسالب 3، اكس تقترب من سالب 3. يعني الـ A بكام هنا؟ الـ A هنا بسالب 3، الـ A اللي هي في القانون يعني. فكده الـ A هنا بسالب 3، يبقى خلي بالك إنك لازم تحط الرقمين اللي هنا على هيئة سالب 3 أس حاجة عشان تبقى زي القانون بالظبط. كويس كده؟ طيب هي x أس 6 ناقص 729 على x أس 4 ناقص 81. طيب لما اجي اعوض تعويض مباشر اكيد عن سالب 3 هتديني 0 على 0. امال استخدم بقى القانون اللي فوق ده ازاي؟ هي مفيش الا القانون ده اللي بيحل لي المنظر ده بتاع المساله. طيب المساله هتتحول الى ليميت x ل 3 لسالب 3 x اس 6 ناقص ال 729، هل هي سالب 3 اس 6؟ ايوه. لما تيجي تعمل سالب 3 أس 6 خلي بالك إن الأس بتاعك هنا زوجي even، فالأس زوجي السالب مش هتكون موجودة زيها، يعني زي 3 أس 6 بالظبط، فهتلاقيها 729 لما يكون الأس زوجي، السالب دي مش هتكون موجودة. على x أس 4 ناقص 81 أقدر أعملها سالب 3 أس 4، فخلاص تمام. يبقى أنا كده
خليت الام بستة والان باربعة والايه بتاعتك بسالب تلاتة، مظبوط؟ اقدر دلوقتي استخدم القانون اللي انا قايل عليه فوق، يبقى الناتج ستة على الاربعة في سالب تلاتة أس كام؟ أس ستة ناقص الاربعة. ستة ناقص اربعة اتنين، سالب تلاتة تربيع، سالب تلاتة تربيع بتسعة، شوف ستة على اربعة في تسعة الناتج يطلع لك كام، ممكن تسيبه كده وممكن تحسبه بكام على طول. يبقى كده خلاص المسألة انتهت واستخدمنا القانون اللي فوق عشان احل ده. طيب نيجي نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها مسألة جميلة جدا، بتقول لنا ايه؟ ليميت لما الاكس رايحه للاتنين، جميل قوي. يبقى معنى كده ان الاي في القانون باتنين، يعني ما هي اكس تقول لي ايه؟ اكس اس 3 على الاتنين، الباور بتاعنا هنا 3 على الاتنين، ناقص 2 جذر 2 على اكس اس نص ناقص جذر 2. طيب هي الاكس رايحه للاتنين، عموما انت لما تيجي تعوض تعويض مباشر وتشيل الاكس وتحط 2 فالمساله هتدي لك 0 على 0. طب امال ايه؟ هتستخدم القانون اللي احنا قلنا عليه اللي فات، اللي هو القانون ده. ثواني، القانون اللي قدامك ده، اهم حاجه الرقم اللي هنا يبقى موجود هنا وموجود هنا كمان، والباور هنا ام وام، الاثنين زي بعض والاثنين هنا زي بعض. وخلي بالك ان الان مالها لا تساوي صفر، لانك طبيعي في الناتج هتبقى الان موجوده تحت وما ينفعش يكون في صفر تحت. طيب اللي بعده، بس تعالى نرجع للمساله اللي احنا كنا بنحلها. طيب احلها ازاي؟ طالما الاي باتنين يبقى انا لازم اخلي ده اتنين قص حاجه وده اتنين قص حاجه. طب ما طبيعي اهو المقام اللي تحت اكس قص نص والسكوير روت بتاع الاتنين بعمله اتنين قص نص، ما هو الجذر التربيعي ده السكوير روت ده بيبقى قص نص على طول. طب وادي اكس قص كام؟ 3 على 2. لو سمحتوا عايزه اشوف 2 جذر 2 دي 2 قص كام بالظبط؟ هل هي 2 والباور بتاعها 3 على 2 برضو ولا لا؟ ما هو انا لازم اتاكد. طب على جنب كده نشوف 2 جذر 2 دي 2 قص كام؟ ادي 2 جذر 2، جميل. ال 2 دي يعني 2 قص 1 صح، والجذر 2 دي 2 قص نص. واحنا في الضرب بنجمع الأسس اللي فوق لما يكون العدد اللي تحت متساوي، فيبقى أقدر أعملها 2 أس 1 زائد النص. يعني 2 أس كام؟ 1 زائد نص، يعني 3 على الاتنين. يبقى فعلا 2 جذر 2 هي عبارة عن 2 أس 3 على الاتنين. يبقى أنا هنا أحطها في المسألة وأنا مطمنة إنها 2 أس 3 على الاتنين. بقى الباور هنا زي الباور هنا 3 على الاتنين، وهنا النص زي النص، وطبعا 2 و2 و2. يبقى الـ A بتاعتك بـ 2 والـ M بتاعتك في القانون بـ 3 على الـ 2 والـ N بنص، يبقى الناتج بتاعك ناتج النهاية هيبقى M على N، يعني 3 على الـ 2 على نص في الرقم A اللي هو الـ 2 ده أس 3 على الـ 2 ناقص النص. تمام؟ 3 على الـ 2 على نص، متهيألي الـ 2 دي مع الـ 2 دي يدينا 3 على 1 3 يعني، و3 على الاتنين ناقص نص اللي هي 2 على الاتنين، يعني 2 قص 1 ب 2، فهنا 2 وهنا 3، 2 في 3 هيديني كام الناتج؟ 6. يبقى كده تمام المسألة دي خلصت ب 6 بتطبيق القانون بشكل مباشر. المسألة اللي بعد كده، ليميت لما الاكس رايحة للاتنين الجذر التربيعي الاكس اس 5 ناقص 4 جذر 2 على جذر اكس ناقص جذر 2، بالتعويض المباشر البتاعة دي بصفر على صفر. امال اعمل ايه؟ استخدم القانون ازاي؟ هي شكلها زي القانون بالظبط اهو. الايه بتاعتك ب 2، يبقى انا لازم اخلي المقدار ده والمقدار ده 2 قص حاجه. تمام؟ طيب يبقى المساله بتاعتي هتتحول الى اكس رايحه للاتنين، الجذر التربيعي لاكس قص 5 ده هيتعمل ازاي؟ احنا قلنا السكوير روت بتاعك بيبقى قص نص، خلاص يبقى اكس اس 5 الباور بتاعنا نص، ناقص 4 جذر 2 تتعمل ازاي؟
هشوفها 2 اس كام بقى الاول كده على جنب، وبعدين بس اخلص اللي تحت دي. انا شايفه جذر اكس ناقص جذر 2، فتبقى الاكس اس نص برضو ناقص 2 اس نص. طب عايزين نشوف 4 جذر 2 دي 2 اس كام، تعالى نشوفها هنا برضو. 4 جذر 2، المفروض الأربعة دي هي 2 أس 2، وجذر 2 ال 2 أس نص. احنا قلنا في الضرب بنجمع الأسس، يعني هتبقى 2 أس 2 زائد نص. مين 2 زائد نص؟ يعني 5 على ال 2، يبقى هنا 2 الأس بتاعك 5 على ال 2، تمام كده؟ طيب نكمل المسألة، لسه ما بقتش زي القانون. ادي ليميت لما الاكس رايحة للاتنين، تمام. اكس اس خمسة مرفوعة الاس نص، بنعمل ايه في الحالة دي او من المنظر ده؟ بنضرب الاتنين دول في بعض، فهتبقى اكس مرفوعة الاس على بعضه خمسة على اتنين ناقص اتنين اس خمسة على اتنين على اكس اس نص ناقص اتنين اس نص. بقيت على طول شبه القانون بالظبط، الام بخمسة على اتنين، الان بنص، والايه باتنين. يبقى الناتج بتاعك ام على ان اللي هي خمسة على الاتنين على نص في الرقم اللي هو اتنين، واطرح الاسس من بعض، خمسة على الاتنين ناقص النص. الاتنين هنا دي راحت مع دي، يدينا هنا خمسة، وخمسة على الاتنين ناقص نص اللي هي اربعة على الاتنين يعني اتنين، فاتنين تربيع اتنين باور، اتنين باور الباور بتاعنا فوق تو، يبقى هنا اربعة وهنا خمسة، اربعة في خمسة يبقى الناتج بتاعك النهائي بعشرين. يعني مش مشكلة نحط الناتج النهائي وخلاص، ممكن نكتبها كده وبس. يبقى كده خلاص المسألة دي انتهت بتطبيق القانون برضو بشكل مباشر. المسألة اللي بعد كده مختلفة شوية. ليميت لما الاكس رايحة لتلاتة، اكس اس اتنين على التلاتة ناقص 9 أس تلت على X ناقص التلاتة. لما يجي أعوض تعويض مباشر عن الX بتلاتة تدينا صفر على صفر. طيب عايز استخدم القانون اللي أنا لسه قايلة عليه من شوية، اللي هو إيه اللي احنا قلنا عليه، اللي هو كنا علمنا عليه بالأصفر ده، ده القانون بتاعنا. استخدم القانون ده إزاي علشان أحل المسألة دي؟ طيب طالما الـA هنا باتنين بتلاتة، يبقى انا لازم اخلي الرقم ده 3 اس حاجه وده 3 اس حاجه. هو واضح اللي تحت 3 اس 1 مفيش منه مشكله، انا عايزه اشوف ال 9 اس تلت دي 3 اس كام على بعضها. طيب الحل ليميت لما اكس رايحه لل 3، اكس ناقص 3 اللي تحت انا هخليها اكس اس 1 ناقص 3 اس 1، دي مفيش منها مشكله خالص. ادي الاكس بتاعتنا قال لي انها اس 2 على 3 ناقص 9 بقى اس 3، تعالى نشوفها على جنب. هي ال 9 اللي مرفوعه اس 3 دي عباره عن كام؟ 3 اس كام؟ ال 9 اصلا 3 تربيع، 3 مرفوعه للباور 2، كل ده اس كام؟ اس 3. قلنا المنظر ده بنعمله ازاي؟ اضربوا الاثنين دول في بعض، فهتبقى 3 اس كام؟ 2 على 3. إذن 9 أس تلت تحولت إلى 3 أس 2 على 3. بنحطها هنا في المسألة عشان بقى استخدم القانون على طول واشتغل 3 أس 2 على 3. بس كده خلاص المسألة خلصت. الـ A بتاعتك بـ 3، الـ N الـ M بتاعتك بـ 2 على 3 اللي فوق دي، والـ N كام؟ بـ 1. إذن الناتج بتاعي M على N يعني 2 على 3 على واحد في الرقم اللي هو 3 أس 2 على 3 ناقص 1، وشوفوا المقدار ده هيطلع كام في الآخر. يبقى كده تمام المسألة بتاعتي انتهت. نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده. ليميت لما الإكس رايحة للربع، 64 إكس تكيب ناقص الواحد على 4 إكس ناقص الواحد. حلو، لما اجي اعوض تعويض مباشر عن اكس بربع هتدي صفر على صفر، لان المقام هنا بزيرو، هو اربعة في ربع تدينا واحد، واحد ناقص واحد بزيرو، ففي زيرو تحت فما ينفعش. اعمل ايه عشان استخدم القانون ده؟ احطها شكل القانون. في حاجة انا ملاحظاها كده في المسألة دي، 64 اكس تكعيب
هي 64 اكس تكعيب دي ما ينفعش تتحط بالمنظر ده. ادي اكس اس ربع اهي، و64 اكس تكعيب عبارة عن 4 تكعيب، ما هي 64 دي 4 مرفوع الاس 3، واكس تكعيب اهي ناقص الواحد على 4 اكس ناقص الواحد. طب 4 اس 3 في اكس اس 3 ما عرفش عاملها كده، تبقى 4 اكس كلها بقى على بعضها مرفوع الاس 3. لا اعرف اعملها كده طبعا، ما هي لما يكون مقدارين مضروبين في بعض مرفوعين لأس واحد يعني متشابه، فيبقى خدهم على بعض 4 في إكس كلهم على بعض مرفوعين لأس 3. الواحد أقدر أعملها 1 أس 3 مش كده؟ 4 إكس ناقص 1 اللي تحت أقدر أعملها 4 إكس أس 1 ناقص الواحد أس 1. طب إكس تقول إلى ربع دي اللي موجودة هنا دي، إكس رايحة للربع، ما أقدرش أعملها 4 إكس رايحة للواحد، لا أعرف أعملها 4 إكس رايحة للواحد. بس لحظة كده بس أعملها لكم بشكل بسيط تاني. يبقى إحنا كده وصلنا المسألة، 4 إكس تكعيب ناقص 1 تكعيب على 4 إكس أس 1 ناقص الإكس أس 1. بس فاضل حتة صغيرة كده، إيه رأيكم الـ 4 إكس دي أخدها على بعضها وأسميها متغير آخر اسمه وليكن يو مثلا؟ يبقى أنا هفرض إن أنا عندي متغير جديد اسمه يو سميته 4 إكس. حلو كده، يعني انا المساله بتاعتي كلها بدل ما هي بالمتغير اكس انا هخليها بمتغير اخر اسمه يو، وخدت اليو ده ب 4 اكس اللي هنا. اصل انا ما اقدرش اطبق القانون وهي بالمنظر ده، امال اعمل ايه؟ انا خدت ال 4 اكس سميتها يو، وهقول اذا كانت الاكس بربع، لما الاكس تبقى بربع فاعتقد ان اليو رايحه لكام؟ للواحد. ما لما تيجي تشيل الاكس وتحط ربع يبقى اليو بواحد، فتمام قوي كده. يبقى المسألة بتاعتك تحولت إلى ليميت لما اليو الإكس رايحة بربع بقت يو تقول لواحد، الإكس رايحة بربع اللي في المسألة الأصلية بقت يو تقول لواحد، وخليت 4 إكس تكعيب ناقص 1 تكعيب، 4 يبقى يو تكعيب ناقص الواحد تكعيب على يو أس 1 ناقص الواحد أس 1. دلوقتي أقدر أستخدم القانون بشكل طبيعي جدا، يبقى أقول 3 على 1 في الرقم 1 أس 3 ناقص 1، حيث أن الـ A اللي في القانون بتاعنا بواحد. بخلي بالك بس وانت في القانون بتاعك اللي احنا قلنا عليه من شوية، القانون بتاعنا أن لازم هنا الـ X دي يعني الرقم ده يقول إلى ده، X تقول لإيه، فلازم اللي هنا يقول للي هنا، وده اللي احنا عملناه في المسألة. انا شايفة ان ده 4 اكس لازم تكون تقول لواحد، وهي فعلا اكس تقول لربع هيها 4 اكس تقول الى واحد. انا بس حولت المسألة شوية، قمت شايلة ال 4 اكس دي خليتها متغير اخر اسمه يو، واشتغلت على طول عشان تبقى شبه الايه، شبه القانون بالظبط. اهي اليو اللي هنا لازم تقول للرقم اللي هنا، فيو فعلا تقول الى الواحد، فاستخدمت القانون حيث ان الايه بواحد، الام بثلاثة والان بواحد، طلعت في النهاية خالص المقدار هيساوي او الناتج بيساوي 3. المسألة دي من المسائل المهمة جدا. اللي بعده ليميت لما اكس رايحة للاتنين، واحد على اكس تربيع ناقص ربع على واحد على اكس اس خمسة ناقص واحد على الاتنين وتلاتين لما اكس رايحة للاتنين. طبعا بالتعويض المباشر عن الاكس باتنين هيدينا المسألة دي صفر على صفر. امال ازاي احولها لشكل القانون بتاعنا؟ ليميت لما اكس رايحة للاتنين، واحد على الاكس تربيع الباور اللي تحت ده اللي موجود بالموجب اقدر اطلعه فوق يبقى نيجاتيف، يعني اكس باور نيجاتيف 2، يبقى اكس اس سالب 2 زيها زي واحد على اكس تربيع. لما يبقى الاس تحت موجود في المقام تحت اقدر اطلعه فوق باشاره مختلفه اللي هي اشاره سالبه، ناقص واحد على الاربعة. الواحد على الاربعة دي اللي هي اصلا واحد على اتنين تربيع، واتفقنا الأس اللي تحت أطلعه فوق إزاي، يبقى اتنين أس سالب اتنين، فأقدر أخلي الربع دي اتنين أس سالب اتنين. طيب واحد على إكس أس خمسة برضو أقدر أخليها إكس أس سالب خمسة، ناقص واحد على اتنين وتلاتين أقدر أخليها اتنين أس سالب خمسة، علشان هي واحد على اتنين أس خمسة هي هيها واحد على اتنين وتلاتين، فخرج الأس أو طلع الأس من فوق من تحت لفوق بإشارة سالبة.
إذن واضح جدا إن الـ A باتنين، الـ M بسالب اتنين، والـ N بتاعتك الأس التاني بسالب خمسة. إذن الناتج على طول هيدينا إيه؟ M على N اللي هي سالب اتنين على سالب خمسة، في الرقم اللي هو اتنين سالب اتنين ناقص سالب خمسة. سالب اتنين ناقص سالب خمسة يعني سالب اتنين زائد خمسة، يبقى اتنين على خمسة هنا عشان السالب مع السالب، واتنين أس سالب اتنين زائد الخمسة، وشوف القيمة دي طلعت عندك بكام. فالمسألة دي برضو من المسائل المهمة، يعني احنا غيرنا بس شكل المسألة شوية، بدل ما خليها لك اكس تربيع مش عارفة اكس أس كذا، فعملتها لك واحد على اكس تربيع واحد على يعني. فانت المفروض تعرف ان انا بطلع الأس فوق بإشارة مالها سالبة. نيجي المسألة اللي تحت، واحد على الإكس تربيع ناقص ربع على واحد على الإكس أس خمسة زائد واحد على 32. ناس كتير بتغلط في المسألة دي، بيغلطوا فيها لسبب تافه جدا، هو فاكر ان انا احل المسألة دي بالقانون اللي احنا اخدينه النهاردة، رغم ان المسألة دي تتحل على طول من اول خطوة بالتعويض المباشر، هي مش محتاجة ده كله. لما اجي اعوض تعويض مباشر عن الإكس باتنين بالتعويض المباشر عن إكس باتنين، يعني واحد على اربعة ناقص ربع بزيرو طبعا، وهنا واحد على اتنين وتلاتين زائد واحد على اتنين وتلاتين هتدينا اتنين على اتنين وتلاتين، هو عموما زيرو على اي حاجة، فطلعت المسألة عندك بصفر. يبقى خلي بالك لو سمحت وانت بتشتغل ان القانون بتاعك مفهوش اشارة موجبة، القانون بتاعي الاشارة سالبة اهو، الاشارة اللي هنا سالبة، يبقى خلي بالك وانت بتشتغل ان الاشارة سالبة، لو جات لي اي حاجة تانية موجبة يبقى لا، ما اقدرش استخدم القانون. وخلاص طالما ان المقام بتاعك مش بصفر، لان انا شايفة ان لما اعوض بالاتنين المقام بتاعي مش بصفر، فالمسألة خلاص انتهت بقت بصفر. وبكده نكون خلصنا اللي هي المسائل المتعلقة بالقانون ده. بعد شوية هناخد نهاية الدالة عندما اكس تقول الى ما لا نهاية للانفينيتي. هنكمل دلوقتي الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه، نهاية الدالة عند اللانهاية أو limits at infinity، يعني لما الإكس تقول إلى ما لا نهاية دي بعمل إيه؟ قبل بس ما أشتغل لازم نعرف حاجة بسيطة كده، إن أنا لو عندي المقادير اللي هي نص مثلا وتلت وربع، واحد على خمسة، واحد على ستة، يعني ما لا نهاية كده، فأنت كل لما تيجي تكبر المقام تحت بتكبر العدد تحت، القيمة بتاعتك بتقل. لما يبقى المقام كبير قوي قوي فالمقدار بتاعك بيقل جدا، بيكاد يقترب من الصفر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا شغالة كده على خط الاعداد، وادي الصفر اهي، وادي الواحد هنا، النص ده فين؟ النص ده هنا اهو. طب انا الواحد على ثلاثة فين؟ هنا ولا هنا؟ لا دي هنا، دي بتقل يعني هنا مثلا. طب الربع فين؟ هنا برضو. خلاص، فالقيمة بتاعتك عمالة لما بتزود قوي بقى المقدار اللي تحت، فالقيمة بتكبر جدا، بتقرب من الزيرو، عندك واحد على مية، واحد على متين، كل عمال تكبر المقام قوي تحت. فنستنتج ان لو انت المقام عندك كبير جدا ما لا نهاية مثلا، فالقيمة بتاعتك بتقرب قوي 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 من الزيرو. اذا اي مقدار عندي، اي مقدار، اي عدد على ما لا نهاية، اي عدد على ما لا نهاية على بعضه كده بيقرب من الصفر، لانك لما بتكبر المقام جدا القيمة بتاعتك بتقرب من الصفر. تمام؟ طيب اعمل ايه في مسألة زي كده لو جات لي، اللي هي ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهاية 7 اكس تربيع زائد اكس زائد اكس ناقص 100 على 2 اكس تربيع ناقص 5 اكس. اول ما تجيني مسألة لما الاكس تقول لي ما لا نهايه، طبعا لما باجي بعوض تعويض مباشر بتديني القيمه اللي هي ما لا نهايه على ما لا نهايه، فالمساله دي او القيمه دي طبعا not defined، زي ايه؟ صفر على صفر برضو. تمام، فبنعمل ايه لما بتجيني مساله فيها الاكس تقول لي ما لا نهايه؟ بمسك المساله كلها على بعضها كده واشوف مين اعلى اس عندي موجود، الباور الاعلى هو اكس تربيع، يبقى بقسم المساله كلها بسط المقام فوق وتحت على اكس تربيع. هنقول اذا ليميت لما اكس رايحه لما لا نهايه
أنا كده المفروض هقسم المسألة كلها على أعلى أس موجود عندي وهو إكس تربيع، فأنا هاخد البسط بتاعي اللي هو 7X تربيع زائد إكس زائد 100 وحاجي ده لوحده أقسمه على إكس تربيع، تمام؟ على المقام اللي تحت 2X تربيع ناقص 5X، ده المفروض إن أنا هقسمه على إكس تربيع برضو، ماشي تمام. يبقى إذن ليميت لما إكس رايحة للمالا نهاية، لما أجي أقسم اللي فوق على إكس تربيع كل ده على إكس تربيع، فيبقى 7X تربيع على إكس تربيع بلس إكس على إكس تربيع بلس 100 على إكس تربيع، فهتتكتب بالشكل ده 7X تربيع على إكس تربيع بلس إكس على إكس باور 2 بلس 100 على الإكس باور 2. برضو نفس الكلام على لما أجي أقسم المقدار ده كله على إكس تربيع، هو هنا المقام أصلا متوحد، يعني متوحد على إكس تربيع، فرجعها لأصلها كانت 2X تربيع على إكس تربيع ناقص 5X على إكس تربيع. يبقى أنا كده قسمت كل المسألة اللي قدامي على أعلى أس موجود وهو الإكس تربيع. طيب نكمل يلا. يبقى إذن ليميت لما إكس رايحة للمالا نهاية 7X تربيع على إكس تربيع تديني 7 بس، زائد إكس على إكس تربيع، الإكس على إكس تربيع ده معناه في القسمة باجي أعمل إيه؟ بطرح الأسس من بعضها، فبقول الإكس 1 أس 1 ناقص 2، يبقى إكس أس سالب 1 يعني 1 على إكس، عشان في ناس بتتلخبط لما تكون الأسس كبيرة شوية ما تعرفش بتعمل إيه. فإذن إكس على إكس تربيع هتديني 1 على إكس، زائد 100 على إكس تربيع زي ما هي، هي ما فيش مشكلة. طيب على 2X تربيع على إكس تربيع باتنين بس، ناقص الخمسة إكس على إكس تربيع هتتحول إلى 5 على إكس. من هنا بقى دلوقتي أنا هعوض بقى تعويض مباشر عن الإكس بما لا نهاية، تمام كده. إذن الليمت مفيش بقى ليمت، خلاص أنا بعوض تعويض مباشر ما بكتبهاش تاني. يبقى على طول 7 زائد 1 على ما لا نهاية زائد 100 على ما لا نهاية، أنا بشيل إكس وحط ما لا نهاية على طول، على 2 ناقص 5 على ما لا نهاية. أي مقدار قلنا على ما لا نهاية بيبقى ماله بيقول إلى صفر على طول. إذن المقدار ده بزيرو، 1 على ما لا نهاية زيرو، 5 على ما لا نهاية زيرو. إذن الناتج في النهاية هيديني كام؟ هيديني 7 على 2. يبقى المسألة دي بتاعتي 7X تربيع زائد X ناقص 100 على 2X تربيع ناقص 5X، لما الإكس رايح لما لا نهاية، فأول حاجة أنا بعملها بعوض تعويض مباشر عن إكس بما لا نهاية، طلعت لي ما لا نهاية على ما لا نهاية، على فكرة ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص 100 بما لا نهاية برضو، وما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ما لا نهاية هي، فطبعا طلعت لي نوت ديفايند. قلنا في المسألة لما بشوفها بمسك المسألة على بعض كده واشوف أعلى أس إيه هو موجود في المسألة، أقوم جاية أسمع عليه فوق وتحت. فأعلى أس هنا إكس تربيع طلعت لي في النهاية لما جيت قسمت فوق وتحت، على إكس تربيع طلعت لي في النهاية 7 على 2. في ملحوظة صغيرة قوي عايزة أقولها، لما يكون أعلى أس عندي موجود فوق وتحت فيبقى الناتج هي المعاملات، يعني تبقى يعني المعامل يعني الرقم الكونستنت المضروب في إكس تربيع المضروب في أعلى أس، فيبقى 7 على 2. طب لو المسألة كان هنا مثلا كان هنا 3 وهنا 5، يبقى المسألة 3 على 5 الناتج بتاعنا. فيبقى خلي بالك على طول بمجرد النظر، المفروض كنت تعرف ان اعلى أس موجود فوق وتحت يبقى الناتج بتاعك هما المعاملات اللي موجودة، يبقى 7 على 2. طيب نشوف مسألة تانية. المسألة التانية اللي قدامي اهي، ليميت لما إكس رايحة ما لا نهاية إكس تربيع ناقص 3X زائد 7 على إكس تكعيب زائد 10X ناقص 4. أنا ملاحظة هنا إن أعلى أس موجود عندي هو الإكس تكعيب، موجود تحت بس، أنتوا عارفين لو كانت الإكس تكعيب كان هنا فوق إكس تكعيب يبقى الناتج بتاعنا المعاملات بس، لكن أعلى أس موجود تحت. طب وهيحصل إيه لما أعلى أس موجود تحت؟ لسه معرفش، لكن طبعا أول خطوة بنعملها هي ان هي التعويض المباشر، طبعا هتدينا
not defined علشان ما لا نهاية على ما لا نهاية. أعمل إيه قلنا؟ قلنا بالقسمة على إكس تكعيب بسط المقام اللي هو أعلى أس موجود. فيبقى المسألة بتاعتي limit لما الإكس رايحة للما لا نهاية، المسألة بتاعتي أهي هاجي على البسط كله اللي هو إكس تربيع ناقص 3X زائد 7، هاجي أقسمها على إكس تكعيب، تمام؟ والمقام اللي تحت عندي اللي هو إكس تكعيب زائد 10X ناقص 4، هاجي أقسمه على إكس تكعيب. حلو كده؟ يبقى إذن ليميت لما الإكس رايحة لما لا نهاية، اتفقنا بنعمل ايه لما بنيجي نقسم كل المقدار على اكس تكعيب؟ يبقى كل واحده فيهم على اكس تكعيب. اذا اكس تربيع على اكس تكعيب ناقص 3x على اكس تكعيب زائد 7 على اكس تكعيب، تمام كده؟ على اكس تكعيب على اكس تكعيب زائد 10x على اكس تكعيب ناقص 4 على اكس تكعيب. تدينا ايه بعد ما عملت كده؟ اذا ليميت لما الاكس رايحه للما لا نهايه، اكس تربيع على اكس تكعيب بنعم بتبقى عباره عن ايه؟ تبقى 1 على اكس. جت منين؟ انك انت في القسمه بتطرح الاسس من بعض، فهتبقى اكس اس 2 ناقص 3، يعني اكس اس سالب 1 يعني 1 على اكس، تمام كده؟ ناقص 3x على x تكعيب اللي هي 3 يعني على x تربيع زائد 7 على x تكعيب على، خلصنا خلاص اللي فوق، x تكعيب على x تكعيب 1، 10x على x تكعيب يعني 10 على x تربيع ناقص 4 على x تكعيب. كويس كده؟ هيحصل ايه بعدين؟ فهقول الخطوة بقى اللي بعد كده هي خطوة التعويض. تعويض مباشر عن إكس بما لا نهاية، فبتشيل كلمة الليمت، خلاص أنت بدأت تحل. فيبقى المسألة بتاعتك بعد التعويض المباشر 1 على ما لا نهاية ناقص 3 على ما لا نهاية زائد 7 على ما لا نهاية، كويس؟ على 1 زائد 10 على ما لا نهاية ناقص 4 على ما لا نهاية. اتفقنا أي رقم على ما لا نهاية ماله يقول إلى زيرو، فدول هيبقوا صفار صفر صفر صفر، ودي كمان صفارة اهي. فيبقى الناتج بتاعك صفر على واحد، يعني إيه صفر على واحد يدينا كام ده؟ صفر على واحد هيدينا زيرو، صفر على أي حاجة بزيرو. فإذا الناتج في النهاية طلع بصفر. يبقى ناخد بالنا كده من البداية، لو أعلى أس موجود تحت بس يبقى الناتج بتاعك بزيرو. نقول كمان لو أعلى أس موجود تحت بس يبقى الناتج بتاعك بزيرو، لكن لو أعلى أس موجود فوق وتحت يبقى الناتج بتاعك هو المعاملات. يعني مثلا لو المسألة بتاعتي كانت كده، مثلا جات لي مسألة ليميت لما إكس رايحة لما لا نهاية إكس أس 4 ناقص 5X زائد 2 على 7X أس 4 ناقص 1 مثلا، أهي أعلى أس هنا موجود فين؟ طبعا أنت الإكس رايحة لما لا نهاية، فلما تيجي تعوض تعويض مباشر هتلاقيه ما لا نهاية على ما لا نهاية، تمام كده؟ طيب بنعمل إيه بعد كده؟ بناخد المسألة كلها بنقسم على أعلى أس موجود، فأعلى أس عندك اللي هو إكس أس 4 ده موجود فوق وتحت، يبقى الناتج المفروض هيطلع عندك 1 على 7 اللي هي المعاملات بتاعتك، اللي هي اللي هنا رقم 1 اللي موجود وهنا رقم 7 موجود، يبقى الناتج بتاعك 1 على 7. لو الإكس أس 4 موجودة تحت بس، يعني مثلا كانت هنا إكس تكعيب فوق، يبقى الناتج بتاعك بزيرو. زي المسألة اللي احنا لسه حلينها من شوية، كان أعلى أس موجود عندي التكعيب موجود تحت بس، يبقى المسألة بتاعتك في النهاية لازم هتطلع لك بصفر. طيب المسألة اللي بعد كده ليميت لما الإكس رايحة لما لا نهاية، المسألة دي الجذر الثامن للإكس، ثواني، الجذر الثامن للإكس زائد الجذر الرابع للإكس زائد 2 على 3 الجذر الثامن للإكس ناقص 2 الجذر الرابع للإكس ناقص 3. ده بالتعويض المباشر ما لا نهاية على ما لا نهاية أكيد. أمال أعمل إيه؟ بمسك المسألة كلها أشوف أعلى أس موجود.
هي أصلا المسألة دي كلها معناها إيه؟ إيه الجذر الثامن وإيه الجذر الرابع؟ الجذر الثامن ده معناه x مرفوعة للباور 1/8. الجذر الرابع معناه ال x مرفوعة للأس 1/4 زائد 2 على 3. الجذر الثامن ل x يعني 3 x مرفوعة للأس 1/8 ناقص 2 الإكس. جذر الرابع هنا ده الإكس معناه مرفوع الأس 1/4 ناقص 3. تمام. أعلى أس فين موجود؟ 1/8 ولا 1/4؟ المفروض أعلى أس موجود هو 1/4 مش 1/8. فإيه نبقى نقول بالقسمة على إكس أس 1/4 بسط المقام، هقسم فوق وتحت على أعلى أس موجود وهو x أس 1/4. طيب هيحصل إيه؟ هنشوف أهو. يبقى إذن limit لما الـ x رايحة للما لا نهاية، تعالى نقسم فوق وتحت على x أس سالب 4 x أس ربع، هيدينا إيه؟ هي x أس 1/8 على x أس 1/4. جميل. زائد اقسم دي على x أس 1/4 اهي، على x أس 1/4. جميل. زائد 2 دي هقسمها x أس 1/4 على المقدار ده على x أس 1/4 x أس 1/8 على x أس 1/4. طيب ناقص 2 x أس ربع على x أس ربع، ناقص 3 على x أس ربع. ماشي كده، بقت المسألة عاملة كده. خلاص بعمل ايه بعد كده؟ نقسم بقى x أس 1/8 على x أس 1/4 في القسمة بطرح الأسس من بعض، فهيدينا x أس 1/8 ناقص 1/4، 8 ناقص الربع تدينا سالب 1/8. إذن المسألة بتاعتك هتبقى limit دي هتبقى x أس سالب 1/8 واللي هو المقدار ده، زائد x أس ربع على x أس ربع 1، وهنا زي ما هي برضو 2 على x أس ربع. 3x أس 8 على x أس ربع برضو هتدينا 3x أس سالب 1/8. جت ازاي؟ انك انت في القسمة طرحت الأسس من بعضها، فتبقى 8 ناقص الربع بتدينا سالب 8، ناقص الاتنين بس عشان x أس ربع على x أس ربع 1، هنا ناقص 3 على x أس ربع. في ناس بتغلط غلطة هنا، بتعمل ايه بقى وهي كده؟ تقوم بعد الخطوة دي تعوض تعويض مباشر عن x بما لا نهاية، فهيديها وهي بالمنظر ده كده ما لا نهاية زائد 1 زائد 2 على ما لا نهاية، فتدي يقول لك ان دي ما لا نهاية على ما لا نهاية، على اساس ان دي هتبقى ما لا نهاية ودي ما لا نهاية. لا، هي x أس سالب 1/8 المقصود بيها 1 على x أس 8. يعني المفروض ان انت قبل ما تعمل خطوة التعويض تعملها لي كده من فضلك. limit لما x تقول لما لا نهاية دي هتعملها لي كده 1 على x أس 8، عشان احنا اتفقنا ان الأس السالب ينزل تحت بموجب، زائد 1 زائد 2 على x أس ربع، وهنا 3 على x أس 1/8 ناقص 2 ناقص 3 على x أس ربع. هنا بقى عوض تعويض مباشر عن ال x بما لا نهاية، هتديك 1 على ما لا نهاية زائد 1 زائد 2 على ما لا نهاية على 3 على ما لا نهاية، تمام، ناقص 2 ناقص 3 على ما لا نهاية. فين الاصفار؟ الاصفار اهي، كل ده بقى بزيرو، هيبقى الناتج بتاعك 1 على سالب 2 يعني سالب ايه؟ نص. هو المفروض تعرف من البداية انها سالب نص لسبب ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان اعلى اس عندك لو موجود فوق وتحت يبقى الناتج بتاعك المعاملات. كانت المسألة بتاعتي لحظة، كانت المسألة بتاعتي هنا موجب اهي
ودي سالب، يبقى المفروض الناتج بتاعك هو المعاملات، يعني موجب واحد على سالب اتنين، يعني سالب نص من البداية. ده لو أعلى أس موجود فوق وتحت. بتعرف الناتج منين؟ أهو بالدليل أهو، إن إحنا لما جينا قسمنا فوق وتحت على إكس أس سالب على إكس أس ربع اللي هو أعلى أس موجود، طلعت لي فعلا في النهاية سالب نص زي ما أنا توقعت من الأول. طيب نشوف مسألة كمان بتقول إيه؟ دي ليميت لما الاكس رايحه لما لا نهايه 5 اكس زائد 2 اس 70 على اكس زائد 3 اس 70. طبعا دي بالتعويض المباشر ما لهاش حل تاني، ما لا نهايه على ما لا نهايه نوت ديفايند. طب اعمل ايه؟ انا ممكن اخلي المساله بالشكل ده، هو مش اللي فوق اس 70 واللي تحت اس 70، طب ما ترفع كل الاس 70 واخلص، يعني هتبقى 5 اكس زائد 2 على اكس زائد 3. ايوه كده، لما بيكون في ضرب او في قسمه فاحنا بنوزع الاسس عادي. محدش بقى هنا يغلط الغلطه الشهيره اللي الناس كلها بتعملها، ان 5 اكس زائد 2 مرفوع الاس 70 يقوم جاي عاملها لي كده 5 اكس اس 70 زائد 2 اس 70. دايما اقول لهم ده انت حتى التربيع ما بتعملوش كده، لما يكون اس 2 بتقوم جاي الايه تربع الاولاني وتربع الثاني وتقول زائد 2 الاول في الثاني، هتعمل ال 70 كده برضو. في ناس كتيرة قوي بتوزع الأس وفي علامة جمع أو طرح هنا، الكلام ده مرفوض تماما، مرفوض تماما، ما تعملوش خلاص. فمحدش يوزع الأس المنظر ده لو سمحت، وفي لحظة عشان أمسحها عشان محدش يقول إن أنا عاملة حاجة غلط، وفي محدش يوزع الأس وفي علامة جمع أو طرح هنا موجودة، بنوزع الأس بس لو في ضرب فيه قسمة تمام. فأنا في المسألة دي ده اس 70 وده اس 70، فانا قمت رافع كل ماله اس 70. اعمل ايه في مساله زي كده؟ في عندي حاجه هعملها، حاجه ظريفه جدا، ان انا ممكن الداله اللي جوه دي اللي مرفوعه الاس 70 اخلص الليمت بتاعها الاول، يعني اشوف هي مالها رايحه لايه، قيمتها كام لما الاكس بتقرب لما لا نهايه. لما الاكس رايحه لما لا نهايه الداله دي بيبقى نهايتها ايه يعني خلاص. فانا ممكن اخد الليمت بتاعت الداله اللي جوه وبعدين اجيب اس 70 للناتج اللي هيطلع لي. يعني اعمل ايه؟ يعني كنت اعمل كده، اجيب الليمت للمقدار اللي جوه اللي هو 5 اكس زائد 2 على اكس زائد 3 لما الاكس رايحه لما لا نهايه، وبعدين اشوف الناتج بكام وارفعه اس 70 على طول. بالنسبه للمساله اللي جوه دي مساله عاديه خالص، اعلى اس موجود عندك هو الاكس، فانت المفروض هتقسم على اكس بسطا ومقاما، فهتبقى 5 اكس على اكس زائد 2 على اكس على اكس على اكس زائد 3 على اكس، وتشتغل على طول بقى بالطريقه اللي احنا بنعملها، وتعوض تعويض مباشر في النهايه عن اكس بما لا نهايه، هيطلع لك كام؟ 5 بس. قلنا لكم ان اعلى اس لو موجود فوق وتحت الاكس اهي والاكس اهي، يبقى الناتج المعاملات بس، يعني المفروض الناتج بتاعك هيطلع لك 5 على 1 اللي هي الخمسة. فمعنى كده ان الليمت ده كله بعد لما بتخلص القسمة على اكس بسطا ومقاما هيديك الناتج اللي جوه 5. اذا ناتج هذه المسألة هيبقى 5 اس 70، وكده المسألة تكون انتهت تمام كده خلاص. فالمسألة دي من المسائل المهمة، خدت الليمت اللي جوه وبعدين عملت له اس 70 في الاخر. طيب اللي بعده، عندي ليمت لما الاكس رايحه للما لا نهايه 2 في 3 اس اكس ناقص 1 على 5 في 3 اس اكس زائد 7. الحل ايه؟ برضو لما اجي اعوض عن الاكس بما لا نهايه هتديني في الاول ما لا نهايه على ما لا نهايه نوت ديفايند. امال اعمل ايه؟ انت ايه اعلى اس عندك موجود؟ التلاتة اس اكس مفيش غيرها، فتقوم جاي تقول بالقسمة على تلاتة اس اكس بسطا ومقاما. فلما اجي اقسم على تلاتة اس اكس هيديني كده 2 في تلاتة اس اكس على تلاتة اس اكس تدينا 2 بس، ناقص الواحد على تلاتة اس اكس تحت فيه 5 في 3 أس إكس على 3 أس إكس تدينا 5 زائد 7 على 3 أس إكس. بالتعويض المباشر عن إكس بما لا نهاية هتدينا 2 ناقص 1 على ما لا نهاية على 5 زائد 7 على ما لا نهاية. وقلنا أي رقم على ما لا نهاية هيدينا مين؟ 0. يبقى الناتج بتاعك على طول 2 على 5.
وفعلا هو اعلى اس موجود فوق وتحت، يبقى الناتج بتاعك هيطلع المعاملات او الثوابت اللي موجوده جنبها، يعني 2 على 5. طب بالنسبه للمساله اللي موجوده تحت دي، ليميت لما اكس رايحه لما لا نهايه 3 اس 2 اكس زائد 3 على 3 اس 4 اكس ناقص 1. طبعا بالتعويض المباشر ما لا نهايه على ما لا نهايه نوت ديفايند. اتفقنا لما الاكس تقول الى ما لا نهايه بقوم جايه ماسكه المساله واشوف ايه هو اعلى باور موجود. اعلى اس عندك موجود اكيد هو 3 اس 4 على اكس، اس 4 اكس قصدي. فيبقى بالقسمه بسط ومقام فوق وتحت على 3 اس 4 اكس. اعلى اس عندك موجود فين؟ موجود فوق وتحت ولا موجود تحت بس؟ لا، اعلى اس عندي موجود تحت بس. لو موجود تحت بس يبقى الناتج بتاعك بكام؟ بزيرو. اذا الليمت ده الناتج بتاعه على طول من غير ما حل بزيرو. حتى انتوا جربوها لما تيجي تقسم بسط ومقام على 3 اس 4 اكس هتطلع عندك بصفر. خلي بالك في ملحوظه ان 3 اس 2 اكس على 3 اس 4 اكس يدينا 1 على 3 اس 2 اكس، 1 على 3 اس 2 اكس. تمام؟ يبقى اعلى اس لو موجود تحت بس يبقى الناتج بزيرو، اعلى اس لو موجود فوق وتحت يبقى الناتج بتاعي بصفر. طيب لو اعلى اس موجود فوق بس مش موجود تحت، لو اعلى اس في المساله موجود فوق بس يبقى الناتج بتاع المساله ما لا نهايه. يبقى خلي بالك لو سمحت من الملحوظات اللي بقولها دي. طيب نشوف عندنا المساله دي. بالنسبه للمساله ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه الجذر التربيعي لاكس تكعيب زائد 7 اكس على 4 اكس تكعيب زائد 5. طبعا انا بالتعويض المباشر برضو هتديني ما لا نهايه على ما لا نهايه. طب انا اعمل ايه؟ انا ممكن اجيب نهايه الداله اللي جوه دي اللي هي تحت الجذر دي، اخلص منها واشوفها بكام النهايه، وبعدين ابقى اجيب الجذر التربيعي للناتج لما يطلع. فبقى ممكن اعمل كده، ليميت لما اكس رايحه لما لا نهايه للمقدار اكس تكعيب زائد 7 اكس على 4 اكس تكعيب زائد 5، وبعد كده اجيب له الليميت براحتي عادي. خلاص. طيب يبقى الجذر التربيعي اللي كام بقى؟ احنا اتفقنا ان هنا عشان اجيب المساله دي لما الاكس تقول لي ما لا نهايه بمسك المساله واشوف ايه اعلى اس عندي، فاعلى اس المفروض اكس تكعيب، فبقسم فوق وتحت على اكس تكعيب. وقلنا كمان الناتج على طول اقدر اطلعه من مجرد النظر لو كان الاس اعلى اس موجود فوق وتحت، موجود فعلا فوق وتحت، يبقى الناتج بتاعك هو المعاملات يعني 1 على 4. لما اجي اقسم اكس على اكس تكعيب فوق وتحت برضو الناتج هيديني 1 على 4، يبقى جذر الربع في الآخر هيديني الناتج بتاعي 1 على 2. وبكده المسألة دي تكون خلصت. أخلي بالي إن أنا هنا في المسألة دي الفكرة إن أنا جبت الليمت بتاعة الدالة اللي جوه شفتها بكام، وبعدين جبت الجذر التربيعي للناتج بتاعي طلع في الآخر بنص. بالنسبة للمسألة ليمت لما الإكس رايحة لماينس انفينيتي لسالب ما لا نهايه اي اس اكس على 4 زائد 5 اي اس 3 اكس. طيب قبل ما اشتغل المساله دي هقول حاجه كده بسيطه عن الداله اي اس اكس. الداله اي اس اكس دي او بيسموها او بيكتبوها اف اوف اكس، يعني اي اكس بي اوف اكس، هي اسمها ناتشرال اكسبوننشال فانكشن. ذا ناتشرال اكسبوننشال فانكشن رمزها ايه؟ اف اوف اكس اللي هي اي اس اكس او اي اكس بي اوف اكس. مين هي الاي؟ الاي دي بيسموها الناتشورال نمبر او العدد الطبيعي او اللي هو اويلر نمبر او عدد اويلر. القيمه بتاعته كده 2.7 والارقام الكتيره دي 1.8 1.8 3. هو كل الرقم ده اسمه الاي، ده الاي العدد الطبيعي او الناتشورال نمبر، عشان كده سموها ناتشورال اكسبوننشال فانكشن. خلاص. الداله دي اللي يهمني فيها حاجتين، ان الاي اس ما لا نهايه بكام؟ بما لا نهايه. اي اس ما لا نهايه بما لا نهايه، ولكن اي اس سالب ما لا نهايه بصفر. جت منين؟ جت ان اي اس سالب ما لا نهايه دي اقدر اكتبها واحد على اي اس ما لا نهايه، عشان الباور بتاعك نيجاتيف فانت تقدر تنزله تحت بوزيتيف. طب اي اس ما لا نهايه قلنا بما لا نهايه، يعني واحد على ما لا نهايه.
اللي هي بكام بقى اي مقدار على مال النهايه؟ بزيرو. اذا اي اس سالب مال النهايه بزيرو، ولكن اي اس مال النهايه بمال النهايه. طيب نرجع للمساله بتاعتنا. لما الاكس تقول الى نيجاتيف انفينيتي، اول خطوه بعملها هي خطوه التعويض المباشر عن اكس بسالب مال النهايه. فانا هقول ليميت لما اكس رايحه للسالب مال النهايه، لا احنا بنعوض تعويض مباشر فما بنكتبش دي، معلش، تعويض مباشر على طول. يبقى اي اس سالب ما لا نهايه على 4 زائد 5 اي اس سالب ما لا نهايه، ما هي 3 في سالب ما لا نهايه في سالب ما لا نهايه كده. لسه قايله من شويه ان اي اس سالب ما لا نهايه بكام؟ 0، وبرده دي ب 0. يتبقى لك مين؟ يتبقى لي 0 على 4. 0 على 4 بكام؟ ب 0. إذا المسألة خلاص خلصت على طول بالتعويض المباشر. نيجي للمسألة الثانية. الإكس المرة دي رايحة لما لا نهاية مش سالب، ما لا نهاية. إكس تقول إلى ما لا نهاية. للمقدار إي أس 5 إكس ناقص إي أس إكس زائد 2 على 3 إي أس 5 إكس ناقص إي أس 2 إكس زائد 4. بالتعويض المباشر عن إكس بما لا نهاية هتدي لك نوت ديفايند. امال احنا كنا بنعمل ايه لما الاكس تقول الى ما لا نهايه؟ كنا بنشوف المساله على بعضها، ايه اعلى اس موجود واقسم بسط المقام عليه، اقسم فوق وتحت عليه. فاعلى اس عندي اي اس 5 اكس، يبقى بقسم على المساله كلها بالقسم على اي اس 5 اكس، هتطلع لي على طول. واحنا اتفقنا ان اعلى اس لو موجود فوق وتحت يبقى الناتج بتاعك كام؟ هي المعاملات. يعني من قبل ما اشتغل وانا عارفة ان الناتج هيطلع لي 1 على 3 يعني تلت. طب لما اجي اقسم انا كده بالقسمة على المقدار اي اس 5 اكس هيحصل ايه؟ ليميت لما الاكس تقول لما لا نهاية، بقسم بقى بسط المقام على اي اس 5 اكس، فهتبقى اي اس 5 اكس على اي اس 5 اكس ناقص اي اس اكس على اي اس 5 اكس زائد 2 على اي اس 5 اكس. كويس كده. هنا 3 اي اس 5 اكس على اي اس 5 اكس ناقص اي اس 2 اكس على اي اس 5 اكس زائد 4 على اي اس 5 اكس بالمنظر ده. والقسمه ابقى خلي بالك في القسمه بتطرح الاسس من بعضها. يبقى ليميت اكس رايحه لما لا نهايه المقدار ده على بعضه بواحد ناقص هي اي اس اكس على اي اس 5 اكس بكام؟ بتطرح الاسس من بعضها، يعني المفروض هتديني دي، هتديني اي اس اكس ناقص 5 اكس، يعني اي اس سالب 4 اكس، تمام؟ يعني 1 على اي اس 4 اكس. يلا زائد 2 على اي اس 5 اكس على هنا 3 ناقص اي اس 2 اكس على اي اس 5 اكس، بتطرح الاسس من بعضها 2 اكس ناقص 5 اكس اللي هي اي اس سالب 3 اكس يعني، فيعني 1 على اي اس 3 اكس زائد 4 على اي اس 5 اكس. سوري معلش. يلا بالتعويض المباشر عن الاكس بما لا نهاية هتديني 1 ناقص 1 على ما لا نهاية زائد 2 على ما لا نهاية 3 ناقص 1 على ما لا نهاية زائد 4 على ما لا نهاية، تمام؟ تالي دول بصفار 0 0 0 0. فعلا طلعت لي الناتج في الاخر بتلت. اذا برضو لما يكون في عندك اعلى اس موجود فوق وتحت يبقى الناتج على طول هو المعاملات، هتطلع لي مين؟ 1 على 3. واعلى اس عندي في المساله كلها هو اي اس 5 اكس. يبقى خلي بالي من ايه بالذات لو جات لي في المساله بتاعه الليمت، هي الاكس رايحه لفين؟ لسالب ما لا نهايه ولا الموجب ما لا نهايه؟ لو كانت لسالب ما لا نهايه يبقى خلي بالك برضو ان اي اس سالب ما لا نهايه زي ما اتفقنا بكام؟ بزيرو. ولكن الاي اس ما لا نهايه بكام؟ بما لا نهايه. ابقى خلي بالي لو مساله جات لي فيها اي
الإكس رايحة لفين؟ لنيجاتيف أور بوزيتيف إنفينيتي. بالنسبة للمسألة بعد كده، ليميت لما إكس تقول لما لا نهاية، لين واحد زائد الإكس ناقص لين إكس. لما الإكس تقول لما لا نهاية دي حلها إزاي؟ قبل ما أشتغل المسألة دي لازم أقول بعض الملحوظات عن الدالة اللوغاريتمية. الدالة اللوغاريتمية شكلها ايه؟ شكلها كده، بتتكتب على هيئة log x للأساس b، log x للأساس b ده البيز بتاعنا. ال f of x دي اللي هي يعني ال y، خلاص؟ اللي هي دي اللي بقول عليها f of x اللي هي ال y، يعني y بتساوي log x للأساس b. y بتساوي log x للأساس b مكافأة للمعادلة دي is equivalent to x بتساوي ال b أس y. يعني x بتساوي b أس y، أقدر أكتبها y بتساوي log x للأساس b، ال y بتساوي log x للأساس b. طيب لو الأساس الرقم اللي تحت ده كان بيساوي 10، يبقى المعادلة بتاعتك عبارة عن y بتساوي log x، يعني اللوج لوحدها من غير رقم كده تحت، فده معناه أن الأساس هنا 10. طيب لو كان الأساس اللي تحت هو العدد الطبيعي اللي هو عدد أويلر اللي هو E، يعني إذا كانت الB بتساوي الE، فبقول إن الY بتاعتنا هنا بتساوي لين X. يبقى لين X اللين هي لوج للأساس E، اللوج والبيس بتاعها هو العدد الطبيعي natural number اللي هو الE، يبقى تاني اللين هو لوج للأساس E. دالة اللين دي من خصائصها كالتالي، حاجات مهمة كده أنا محتاجاها في حل المسائل بعدين. يبقى من خصائص دالة لين، من خصائص اللين إيه؟ أول خاصية عندي إن لين حاصل ضرب دالتين، يعني F في G لين واحدة، لين واحدة وجوه هنا حاصل ضرب دالتين، فلين الضرب ده بيتحول الى جمع، يعني بقول ايه؟ لين اف زائد اللين جي. الكلام ده مهم جدا، لو لين واحده وفي حاصل ضرب جوه، فاللين الواحده دي بتتحول لاتنين لين وبعمل الضرب جمع، يبقى لين اف زائد لين جي. في ملحوظه مهمه قوي هنا، عشان في ناس كتير بتغلط، تعمل ايه لما يجي لها كده لين واحده واف زائد جي، لين اف زائد جي، يقوموا جايين موزعين اللين يعملوها لي لين اف زائد لين جي. لا، محدش قال كده، محدش يوزع لي اللين هنا ويقول لي لين اف زائد جي بتساوي لين اف زائد لين جي. لا، لين اف زائد لين جي حولها لين واحده وخلي بقى جا بدل الجمع ضرب، يبقى لين اف في جي. يبقى نقول تاني لين اف في جي بتساوي لين اف بلس لين جي، ودي اول خاصيه عندي. تاني واحده، مش احنا قلنا لين الضرب بيتحول لجمع؟ طب خلاص، لين القسمة لين اف على جي يتحول الى طرح، يبقى لين اف ناقص لين جي، لين القسمة يتحول لطرح، يعني لين واحدة وفي قسمة بتتحول لاتنين لين وفي بينهم ايه؟ طرح. في كمان تلاتة خاصية مهمة جدا، اللي هي لين اكس أس واي، لين اكس أس واي. الأس اللي هنا ده الباور ده بينزلي تحت هنا، يعني ايه؟ يعني هتبقى واي لين اكس. خاصية مهمة جدا، خاصية مهمة جدا دي، لين اكس أس واي هتساوي واي لين اكس رقم ثلاثة دي. يعني مثلا فور اكزامبل كده، لو انا عندي لين اكس تكيب، فالتلاتة دي المفروض تروح فين؟ تيجي هنا، فتبقى 3 لين x مثلا، لين x أس x زائد الواحد، فالx زائد الواحد الباور ده بيجي هنا، تبقى ايه؟ تبقى x زائد الواحد مضروبة في لين x. خلاص، الخاصية رقم 3 دي مهمة جدا، لين x أس y، فالباور اللي هنا بينزل هنا ورا اللين، تبقى y لين x. زي المثال كده اهو، مثلا عندي لين اكس، مثلا نقول ايه؟ لين اكس اس اكس، فالاس اللي هنا الباور اللي هنا باخده بجيبه هنا اهو، يبقى اكس لين اكس، اكس مضروبه في
لين اكس. تمام، دي الخاصية رقم 3 مهمة جدا. في برضو عندنا الخاصية رقم 4 اللين مع الاي. اول ما اللين تيجي جنب الاي اسمها بيطيروا بعض، يعني بالبلدي كده يعني بيطيروا بعض، لين اي اس واي مثلا. فلين اي اس واي اول ما اللين تيجي مع الاي اسمها بيطيروا بعض، يروحوا مع بعض كده يعني، وتتبقى لي الداله اللي فوق واي بس. زي برضو مثلا ممكن اعملها اي اس لين واي، خلاص. فالاي اول ما تيجي مع اللين يروحوا كده ايه مطيرين بعض، يديني مثلا الداله اللي فوق اللي هنا واي. زي مين؟ زي المثال ده مثلا اي اس لين اكس تدينا، او الاي اس لين اكس زائد واحد او اكس زائد اتنين يدينا الاكس زائد اتنين بس، الداله اللي فوق بس. تمام، زي مثلا لما اجي اقول لين اي اس جذر اكس زائد 3 هيدينا مين؟ لين اي اس جذر اكس زائد 3. الاي مع اللين بيطيروا بعض كده يدينا جذر اكس زائد 3 بس. طب حد يقول لي لين اي بكام؟ لين اي تدينا 1، لين اي تدينا 1 عشان هي يعني ايه مرفوعه اس 1، فيبقى كده لين مع الاي يدينا ايه 1، لين العدد ايه يدينا كام 1. تمام، فالدول هي اهم الخصائص اللين. نيجي المساله اللي قدام. المساله اللي قدامي ليميت لما اكس رايحه ما لا نهايه لين 1 زائد اكس ناقص لين اكس. انا شايفه قدامي لين ناقص لين، شفتوها فين دي قبل كده؟ لين ناقص لين انا شفتها لين ناقص لين دي في الخاصيه رقم 2، اللين ناقص اللين الفرق ده السالب ده كان اصله اسمه، فهتبقى لين واحده بس ونقسم الدالتين على بعض. يبقى المساله بتاعتك هتتحول الى ليميت لما الاكس رايحه للملا نهايه وتبقى لين واحده، واقسم الدالتين على بعض، واحد زائد اكس على اكس. طيب اعمل ايه هنا؟ انا عايزه ليميت الداله دي كلها على بعضها. طبعا في الليميت انا يهمني الحاجات اللي فيها اكس عشان الاكس دي بشيلها وبعوض عنها بما لا نهايه، انا يهمني الحاجات اللي فيها اكس. طب ما انت تجيب برضو الليميت بتاعه الداله دي، وبعد ما تخلص هات اللين للناتج. يعني انا ممكن اعمل دي على هيئه لين لليميت هذا المقدار اللي هو 1 زائد اكس على اكس لما الاكس بتقرب من الما لا نهايه. ممكن اعمل كده وبعد ما اخلص الناتج اجيب اللين للناتج. طيب هيبقى لين الكام؟ هنشوف. هي 1 زائد اكس على اكس لما اكس تقول لي ما لا نهايه. طبعا احنا بنتعامل ازاي مع الداله لما الاكس تقترب من ما لا نهايه؟ فبمسك الداله دي بشوف ايه هو اعلى اس، الباور الاعلى اللي موجود في المساله. طبعا اعلى اس عندي هو اكس، فانت المفروض تاخد الداله دي بتقسم اللي فوق واللي تحت على اكس، اسمها بالقسم على اكس بسطا ومقاما. وهتعودنا كمان من الملحوظات اللي احنا قلناها ان لو كان اعلى اس موجود فوق وتحت يبقى الناتج هو المعاملات، يعني الناتج هنا من قبل ما تشتغل وهو بكام؟ بواحد، عشان اعلى اس فوق وتحت، فبتاخد المعاملات بتاعتك اللي هي واحد يعني على واحد هتدينا كام؟ واحد. طيب لين الواحد على الاله الحاسبه هيدينا زيرو. خلاص، اذا ناتج المساله دي بتاعتك طلعت بكام؟ بزيرو. يبقى خلي بالك كويس قوي ان لين اتنين لين وفي بينهم اشاره ناقص بيتحول اللين ايه؟ للين واحده وقسمه ما بين الدالتين دول، يبقى لين 1 زائد اكس على اكس واشتغلت عادي خالص. اخدت اللين للليمت اللي جوه، بعد ما تخلص الليمت يبقى هات لين براحتك للناتج هيدينا في الاخر بزيرو. طيب المساله اللي بعد كده، في مساله فاتت اهي، عايزه احل المساله دي من فضلك. ليميت لما اكس تقول الى 4 لين اي اس اكس تربيع زائد 5 اي على اي اس لين جذر اكس. احنا من شويه كنا قلنا اللين مع الاي بيجرالهم ايه؟ بالبلدي بنقول بيطيروا بعض كده. يعني كان اصل المساله دي كده انها المفروض تتكتب ليميت لما الاكس تقول الى 4 اكس تربيع زائد 5 هي اللي هتتبقى على مين؟ على جذر اكس. ليميت هذا المقدار لما الاكس تقول الى 4 ده بحله ازاي؟
اعتقد ان انا بحله تعويض مباشر عادي خالص، ما هي ما فيهاش مشكله. فبالتعويض المباشر عن اكس ب4 عن اكس تساوي 4، فيبقى 4 تربيع زائد 5 على جذر 4. تمام، يبقى الناتج بتاعك 21 على الاثنين. خلاص، بخلي بالك بس من فضلك ان اللين مع الاي بيتبقى لي بس الدالة اللي فوق. من الخاصية برضو المهمة اللي انا قلت عليها واكدت عليها، ان الاس اللي هنا الباور اللي هنا لو موجود فبينزل ورا اللين، لو كانت لين اكس اس واي، وجبت لك امثلة كتير عليها. وبكده نكون خلصنا limits of functions الجزء التاني. شكرا.